عليكم ورحمة الله وبركاته. منصب فاروق جعفر وأيمن يونس في الانتخابات. أوضح طارق يحيى مدرب الفريق الأول الكروي في النادي سابقا كواليس اجتماع قدامى الزمالك لاختيار مرشحين بالانتخابات المقبلة، وأكد خلال تصريحاته: لا نستطيع القول من دعم مين، وما زال باب الترشيح مفتوح. ومحمود أبو رجيلة عمل اجتماع بمنزل أيمن يونس وأشار إلى أن نحن نحاول اختيار واحد أو اثنين من القدامى ليتواجدوا بالمجلس الجديد، لأن كرة القدم واجهت القلعة البيضاء. وشدد على عدم استقرارهم على اسم مرشح حاليا تسأل مين قادر على خوض الانتخابات. أيمن يونس وفاروق جعفر وهشام ياكا وحسين السيد. وأضاف جعفر ويونس عاوزين منصب نائب أو عضو، ويوجد اجتماع جديد بالأيام المقبلة وسيتم في التصويت على اسمين لخوض الانتخابات. يا نسعب عليكو. أيمن يونس اللي قاعد في استديوهات الأهلي ليل نهار بيعلق، ولا فاروق جعفر اللي مش قادر يحكم على ابنه وبعد ما كان في الزمالك راح بيراميدز؟ مش كده يعني، هو للدرجات دي النادي ما فيهوش ناس محترمة؟ النادي فيه ناس كتير محترمة، منهم المستشار محمد عطية. فين المستشار محمد عطية؟ من اللي بيحصل ده؟ مين فاروق جعفر ده ومين أيمن يونس؟ علشان كل واحد عايز يبقى رئيس أو نائب رئيس أو عضو أو أي حاجة في الانتخابات، ولا لهم أي لازمة. كانوا فين والزمالك بيغرق؟ يا اخوانا عيب عليكم. الناس اللي المفروض ما ساعدتش نادي الزمالك ولغاية دلوقتي مش بتساعد نادي الزمالك غير بكلامه بس، دي ما تدخلش نادي الزمالك ولا يحق ليها اصلا انها تنطق اسم نادي الزمالك على لسانها. نادي الزمالك بس للناس اللي خايفة عليه وعلى مصلحته.